لعب رومولو، هاي الكرة هذه البحث عن جوفيتيتش والتغطية الدفاعية وصلت لبادو. بادو كرة عرضية يلعبها مع ويليامز في الوسط، توصل من هناك ناحية ميكوزويل، يلعبها تونيو با 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 جولو. لعبة مهارية فنية رائعة جدا مباغتة، والهدف الأول لهيدينكس. لقطة واحدة، فرصة واحدة، وهدف واحد. هذه يسموها في الكرة الفعالية، تسمى في الكرة الفعالية التي يتميز بها فريق إيدينيس بقيادة مايك أوزويل اللاعب البرازيلي في صفوف فريق بوتافوغو، سابقا يفتح مجال التسجيل لصالح فريق إيدينيس بكيفية مغايرة لمجريات اللعب. هاي قوت فريق إيدينيس، هاي قوت فريق إيدينيس من زمان. هذا هو الأول أهداف اللاعب مايك أوزويل مع فريق إيدينيس بهذه الكيفية. خرج من المراقبة بكيفية رائعة جدا، وسط خلل فادح على مستوى الخط الخلفي لدفاع فريق فيورنتينا. إيدينيس يباغت فيورنتينا على أرض فيورنتينا. رجعت للخلف عن طريق غوارداتو، يبحث عن المراوغة، سريع جدا غوارداتو، يلعبها من هناك على الجهة اليسرى مع باسكوالي. باسكوالي لبورخا فاليرو، بورخا فاليرو، جوفيتيتش، والهدف جول. جوفيتيتش يعدل النتيجة لفيورنتينا بمساعدة دفاع إيدينيس بعد مرور 18 دقيقة لعب. ستيفان جوفيتيتش المنقذ لفيورنتينا، هدف تعادل مستحق طبعا بعد سيطرة لمدة 23 دقيقة. سيطر فريق فيورنتينا على مجريات هذا الشوط الثاني. إيدينيس حمل عبء المباراة وجاء المنقذ جوفيتيتش مباشرة بعد دخول منير الحمداوي وخروج أدم الياسيتش. جوفيتيتش يفتح العداد، سجل 14 هدف الموسم الماضي، هدفه الأول هذا الموسم في 3 مواسم لعبها مع فريق فيورنتينا لحد الآن. شوف الإعادة، بورخا فاليرو تغلقت عليه كل المنافذ وزعها، استلم أوب، والتسديدة باليسرى ضربت في المدافع وباختت الحارس بريكيتش. فيورنتينا هدف، إيدينيس هدف، مرور لحد الآن 68 دقيقة لعب. يعني كان مباغت لأنه لولا اصطدامه بأحد مدافعيه لما تمكن فيورنتينا من التسجيل في تلك الكرة. جوفيتيتش، هاي الكرة، جوفيتيتش، الهدف، جول 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 جول. جوفيتيتش يقتل المباراة ويسجل الثنائية ببراءة واستحقاق وجدارة. فيورنتينا يتفوق على إيدينيس في الوقت بدل الضائع، جوفيتيتش يضيف الثاني. هاي المهارات الفردية اللي تصنع الفارق في الظروف الصعبة وفي الكرات الصعبة، وحده من دون أي مساعدة. استلم، راقب وسدد، استلم، راقب وسدد، ولكن قبل الاستلام والمراقبة والتسديد كان فيه تموقع وتمركز وطلب للكرة في وضعية ممتازة جدا. فيورنتينا يبدأ الموسم بانتصار على إيدينيس بهدفين مقابل هدف واحد. شوف طبعا جوفيتيتش في القائمة الثانية، ما كانش متسلل. الاستلام أولا، التوغل، الاستلام، المراوغة والتسديد على يسار الحارس بريكيتش. فيورنتينا العهد الجديد يضيف الهدف الثاني متفوقا على إيدينيس في الوقت بدل الضايع من أمر المباراة بهدفين مقابل هدف ثاني مقابل هدف واحد. شوط ثاني من أروع ما يكون من فيورنتينا.